السلام عليكم اخوان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. احنا جينا اليوم باش نشوفوا الكورسة ديال نهار الاربعاء 26 فبراير 2020، هاد لارينيو اللي كاينه في فانسن، كورس نيميرو 1 بري دو سودون. قيمة الجوائز 51000 اورو، تيب ديال لاتلي 16 عاود على المسافة ديال 2100 متر. العودة اللي عندهم ما بين 7 سنين و10 سنين في الكرون بيس، ديبار ديالهم هو لوتو ستار في لاكورد كوش الخوش، الديبار ديالها مع جوج قلق سمين. احنا جينا في الحلقة الثانية الخوت اللي غادي نشوفو فيها العودة، انا شنو تيديرو في باركور وشنو تيديرو في الديستونس، ونشوفو احسن درايفرات واحسن لي زونترينور الخوت في الكانتي. بلا ما نطول عليكم بزاف، الطابلو اللي قدامنا كيما تشوفو هو ديال العودان في الباركور ديال فانس، المشاركات ديالهم وشنو دارو الخوت في اخر كورسات ديالهم. تشوفو على حساب الركوردات اللي مزيانين، كاين جوج هو الاولاني دير فيه برومي فانس، كاين تسعود هو الثاني دير فيه سانكيام، كاين 16 دير فيه دوزيام، كاين 13 دير فيه برومي، كاين 6 دير فيه سانكيام، كاين فيه 12 دير فيه سيزيام، كاين 7 دير فيه تروازيام، 4 دير فيه دوزيام، 5 دير فيه تروازيام، 8 دير فيه برومي، الان دير فيه دوزيام، 15 دير فيه 5 سانكيام، ان 11 دير فيه 7، 3 دير فيه 6، 14 دير فيه 7. هنا كما قلنا 10 راه ما عندوش بيانات، ما عندوش، قالك عمرو جرة. هادشي بما يخص خوت الميدان ديال فانس. ندوزو دابا خوت المسافة، مشاو على حساب الركوردات احسن العودان. كاين عاوتاني جوج هو الاولاني دير فيه برومي فانس، كاين هنايا ديستونس دير فيه 5، 16 دير فيه دوزيام، 13 دير فيه برومي، 6 دير فيه 5، 12 دير فيه 6، 7 دير فيه 3، 4 دير فيه 2، 5 دير فيه 3، 8 دير فيه برومي، الان دير فيه 2، 15 دير فيه 5، 11 دير فيه 7، 14 دير فيه 9، 3 دير فيه 6، و 10 دير برومي. مي ماشي فانس، حتى 14 ماشي فانس، الاخرين عندهم مشاركة فانس، هادو اول مرة يشاركو في فانس. الطابلو خوت لي قدامنا هو ديال لي درايفر لي مشاركين غدا، مشاو على حساب لي فيكتوار ديالهم. جون ميشيل بازير هو الاولاني 46 كورس، 31 فيكتوار، 21 كورس، عندو لي فيكتوار كتر من لي من البلاصاج. من ورا الخمسة 134 كورس، 15 فيكتوار، 62 بلاصاج، تيتبلاصا بزاف. غنشوفو الخوت على حساب البلاصاج، تيتبلاصا بزاف. هنايا 7، 122 كورس، 10 فيكتوار، 46 بلاصاج، تا هو تيتبلاصا بزاف. 9، 109 ديال لي كورس، 8 فيكتوار، 45 بلاصاج، تا هو تيتبلاصا بزاف. 16 عندهم 105 ديال لي كورس، 7 فيكتوار، 26 بلاصاج، 15 70 ديال لي كورس، 7 فيكتوار، 16 بلاصاج، 8 عندو 66 كورس، 4 فيكتوار، 17 بلاصاج، 6 عندو 57 كورس، 3 فيكتوار، 13 بلاصاج، 12 عندو 23 كورس، 2 فيكتوار، 7 بلاصاج، 14 52 كورس، يلا فيكتوار وحدة و 9 بلاصاج، 11 12 كورس، فيكتوار وحدة، 2 بلاصاج، 1 30 كورس عندو فيكتوار وحدة، 6 بلاصاج،
الربعة 18 كورس ما عنده حتى فيكتوار، عنده بلاصاج واحد. ثلاثة 14 كورس ما عنده حتى فيكتوار، عنده بلاصاج واحد. جوج عنده 23 كورس ما عنده حتى فيكتوار، عنده 4 بلاصاج. العشرة كما قلنا راه ما عندوش هنايا بيانات. غنمشيو خوت على قبل على حساب البلاسمون اللي عنده بلاسمون كتر. إيريك رافان هو الأولاني 62 ديال بلاسمون، من وراه 7 نيفار 49، من وراه 9 45، من وراه 16 26 بلاصاج، من وراه 13 21، من وراه 8 17، من وراه 15 16، من وراه 6 13 كيما تشوفوا، من وراه 14 و 12 و 1 و 2 و 11 و 4 و 3 و 10. مشاو لحساب لاريوسي جون ميشيل بازير هو الاولاني 68% ديال ريوسي، من وراه 5 57% ديال ريوسي. نيفارد مورا ماتيو ابريفارد 48% ديال ريوسي، مورا فرانك نيفارد 45% ديال ريوسي، من وراه 12 39% ديال ريوسي، من وراه 15 32% ديال ريوسي، من وراه 16 8 31% ديال ريوسي، من وراه 6 28% ديال ريوسي، من وراه 11 25% ديال ريوسي، من وراه 1 23% ديال ريوسي، من وراه 14 19% ديال ريوسي، من وراه 2 17% ديال ريوسي، من وراه 3 7% ديال ريوسي، من وراه 4 5% ديال ريوسي، من وراه 10 ما عندوش لا ريوسي. حنا شنا خوت 3 شنا على حساب لي فيكتوار، على حساب البلاصمون اللي جيت بلاصاو بزاف، شنا على حساب لا ريوسي. دوما المدربين الخوت اللي مشاركين باش نشوفو على حساب لي فيكتوار لي مزيانين. كاين 13 هو الاول جون ميشيل بازير، من وراه 9 ماتيو ابريفارد، من وراه 16، من وراه 14، من وراه 7 15 و 12 و 11 و 10 8 6 5 4 3 2 1. كما تشوفوا مشاو على حساب لاريوسي الخوت، مشاو على حساب بلاصمون تاعهم. نشوفوا بعدا كاين 13 عاوتاني هو الاول، من وراه 9 و 16 و 6 و 2 ال 14 و 5 و 12 و 11 8 و 4 3 و 15 و 10 7 و 1. نمشيو دابا الخوت على حساب لاريوسي، كاين 6 هو الاولاني 100% ديال الريوسي، يعني مشارك 3 ديال لي كورس غنبلاصي فيهم، حتى وحدة فيهم مزاكلها كيما تنشوفو. كاين 50% عند 16 وعند 14 وعند 8. لويت عندو 46% ديال لاريوسي، ناف عندو 36% ديال ريوسي، 5 عندو 28% ديال ريوسي، 3 عندو 25% ديال ريوسي، هو جوج 27% ديال ريوسي، 12 12% ديال ريوسي، 11 11% ديال ريوسي، 4 10% ديال ريوسي، 15 و 10 و 1 0% ديال ريوسي. الخوت جينا لنهاية الحلقة الخوت، نذكر الاخوان بلي الحلقه الاولى رشنا فيها اناليزينا فيها الخيل بوحدهم، والثانيه عيشنا فيها العوده في الباركور والديستونس، شفنا فيها احسن الخياله واحسن لي زونترينور. الخوت هذا ما كاين التساهدي، تهلاو في راسكم غير ما تنساوش تدعمونا، خليتكم راحه البال، الله يعاونكم، باي باي عليكم، نهاركم مبروك الخوت، الله يعاونكم.